هكذا هم المشاهير، تلاحقهم الشائعات أينما كانوا. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أمس تداولوا خبراً عن لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الخبر ذكر أن رونالدو تبرع بمبلغ 3 ملايين يورو لأسر لاعبي نادي تشابيكوينسي البرازيلي الذي لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة المنكوبة التي تحطمت منذ أيام. الأمر الذي نفت صحته صحيفة الميرور البريطانية موضحة أن رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية جهوداً في العمل الخيري، حيث سبق له وأن تبرع لصالح العديد من الكوارث التي طالت بلداناً عدة في أنحاء العالم، لكن التقارير عن تبرعاته الأخيرة لم يذكر بها تبرعه لضحايا الطائرة المنكوبة كما أشيع.